وجودي اليوم معكم للانطلاق بوضع حجر أساس لمشروع ألف مدرسة. هذا المشروع الاستراتيجي المهم في بناء المجتمع وتطوير أجيالنا نحو بناء قادة لخدمة العراق في المستقبل. هذه الصفقة مال المدارس الصينية بيها سرقة أكثر من 50% من المبلغ المخصص. إيه، من المسؤول مستشار الاستثمار صباح مشتت أخو مصطفى الكاظمي. أليس هذا إنجاز؟ أليس هذا تطور في الاقتصاد؟ هذه المشاريع أقل المشاريع فساداً، لأنه بدل ما 6,000-8,000 مدرسة أعطيها 20 شركة راح أعطيها شركة واحدة أو شركتين، أقدر أضبط، أقدر أحط رقابة، أقدر أخذ تفتيش، أقدر مدرسة 12 صف. خوش، ليش تنحال مليار وربع؟ ليش؟ هذه المشاريع أقل المشاريع فساداً. هذا مو إنجاز؟ احنا اليوم بالنسبه للمدارس هذه 1000 مدرسه، 200 مدرسه فلان جهه، 200 مدرسه فلان جهه، 200 مدرسه فلان جهه، وانتهى الموضوع. بعدين بدت هذه الجهات تبيع المدارس، ياخذها بمبلغ وتنباع بمبلغ للمقاولين. هذا مو انجاز؟ كل انجازات حقيقيه على الارض فيها ملايين العاملين.